يسعد أوقاتكم مستمعينا. حنروح اليوم بجولتنا لمدينة في أواسط آسيا أخذت من صخور الهيمالايا وتربتها لونها الأحمر، نيو دلهي عاصمة الهند، واسمها القديم دلهي. لما تم تجديدها عام 1917 صارت نيو دلهي، أي دلهي الجديدة بالإنجليزية. جغرافياً بتتكون من ثلاث أجزاء: تلال دلهي، ضفاف نهر يامونا، بالإضافة لامتدادات سلسلة جبال أرافالي الممتدة عبر المدينة. سكان نيو دلهي متنوعي الأديان، الهندوس بشكل حوالي 82% من السكان، أما المسلمين 12%، والنسبة الباقية بتتوزع ما بين يهود ومسيحيين وبوذيين، بيتحدث أغلبهم اللغة الهندية والإنجليزية. ووصفها الزعيم الهندي الراحل جواهر لال نهرو وقال: دلهي رمز للهند الجديدة والقديمة، حتى الحجارة بتهمس في آذاننا بتاريخ طويل، والهواء الذي نتنفسه مليء بغبار وروائح الماضي. دلهي القديمة متاهة من الشوارع الضيقة الملتوية، مزدحمة، بيوتها بسيطة وسكانها ظروفهم المعيشية صعبة، أما الجديدة ففيها ناطحات السحاب وعالم الأعمال والتكنولوجيا، أحياءها واسعة وسكانها من الأغنياء. تتلقب نيو دلهي بمدينة الأقدار لأنها انولدت 7 مرات، فدلهي الحالية هي 7 دلهي بتنبنى على مر التاريخ، انشئت للمرة الأولى قبل أكثر من 500 عام على إيدين البندافيين أبطال الملحمة الهندية الشهيرة المهابهارتا. أما سادس دلهي فما زالت أجزاء منها موجودة واللي بتحمل اليوم اسم دلهي القديمة. استمر الحكم الإسلامي فيها 8 قرون ما بين عثمانيين وأفغان، وانتهاء بالمغول اللي حكموها 200 سنة، حتى استولى عليها البريطانيين مع بقية مدن الهند في القرن 19. وفي سنة 1911 نقل جورج الخامس أثناء زيارته للهند عاصمة المستعمرة إلى دلهي، حتى نالت المدينة استقلالها في منتصف القرن 20 بعد سنوات طويلة من النضال اللي حركه المهاتما غاندي. القلعة الحمراء هي من أهم معالم المدينة، بناها الإمبراطور المغولي شاه جهان في القرن 17. جدرانها من الحجر الرملي الأحمر ومزينة بالرخام المزخرف بالنقوش، وبيعلوها القباب المزدوجة رمز العمارة المغولية. اختارها رئيس الوزراء الهندي الأول نهرو ليعلن منها استقلال الهند. في مقابل هالقلعة في أكبر مساجد الهند، مسجد جامع، بناه أيضا الإمبراطور شاه جهان من الحجر الرملي والرخام الأبيض، واستغرق بناؤه 13 سنة وبيستوعب اليوم 25,000 مصلي. بالإضافة لقطب مينار، أطول مئذنة في الهند، بناها السلطان المغولي قطب الدين أيبك، وضريح همايون اللي أمرت ببناؤه زوجة الإمبراطور همايون المغولي تخليدا لذكرى. بوابة الهند رمز لدلهي الجديدة، نصب بنية في عهد الاستعمار البريطاني تكريما للجنود الهنود اللي قتلوا في الحرب العالمية الأولى. ومعبد اللوتس هو معبد للديانة البهائية على شكل زهرة اللوتس المفتوحة، مبني من الرخام الأبيض اللي تم إحضاره من اليونان، بالإضافة لأكبر معبد هندوسي في العالم سوامي ناريان أكشاردام. في أزقة دلهي القديمة جلسات رسم حنة، حلاقين في الهواء الطلق، وأشباه أطباء يخلعون أسنان المرضى على الأرصفة الترابية، وآخرين بيلعبوا أفاعي الكوبرا أمام الناس. أما في أسواقها كرنفال من الروائح اللي بترافق الزائر، على جنبي الطرقات بيعرضوا الباعة الأرز البسمتي المشهور بعطره، والتوابل الهندية المشهورة مثل الكاري والكمون والفلفل الأحمر، بيتخللها روائح من أطعمة العربات اللي بتنصنع أمام المشتري في عربة بسيطة على جنب الشارع. شارع تشوك تشوك هو الشارع الرئيسي في دلهي القديمة، سوقه كبير ومتنوع من الأقمشة والمجوهرات المصنوعة من الأحجار الكريمة إلى الإلكترونيات، بالإضافة لسوق خاري باولي أكبر سوق تجارة توابل بالجملة في منطقة آسيا، وسوق ساروجيني السوق الشعبي اللي بتتوفر فيه أجود أنواع الساري الهندي والأقمشة الهندية والحرير، وسوق ديلي هات سوق في الهواء الطلق رواده من الفنانين اللي بيجوا يبيعوا منتجاتهم من اللوحات والفخاريات. من عجائب هالمدينة إنه سكانها بيعانوا من شح مياه الشرب في الصيف لأنه بينخفض منسوب المياه الجوفية بسبب الحرارة، بالإضافة لانخفاض منسوب مياه نهر يامونا بشدة صيفا. وللسخرية لما تيجي جماعات من الهندوس للعبادة لهذا النهر لا تبدو مياهه مقدسة، لأنه فقاعات غاز الميثان بتتصاعد منه بسبب التلوث الشديد، لدرجة إنه مياه النهر ما بتصلح حتى لاستحمام الحيوانات، ومع ذلك فنيو دلهي بتعتمد عليه لإعاشة السكان. في نيو دلهي كمان حالة غريبة من التعايش السلمي بين البشر
والحيوانات، بتمشي وبجوارك الفيل وفوقك السناجب وعلى يمينك القرود وعلى يسارك البقر. فمن طيبة الهنود إنهم يتقاسموا طعامهم مع الحيوانات رغم قلته. في نيودلهي 45,000 ركشة، التاكسي المحلي ذو العجلات الثلاث واللونين المشهورين الأخضر والأصفر. نيودلهي كمان موطن العالم الشيخ محمد إلياس أستاذ العلامة أبو الحسن الندوي اللي تلقى العلم على إيده في هالمدينة. وفي عام 1948 تم اغتيال المهاتما غاندي على إيد متطرف هندوسي في وسط المدينة. اختزل تناقض الهند كلها في دلهي ما بين نضال لنيل الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية ضد الإنجليز وطبقية شديدة اليوم بياكل فيها الغني نصيب الفقير. فالسيارات الفاخرة بتسير في الشارع إلى جانب الركشات وعربات الخيول، والأثرياء بيستمتعوا بالرخاء والبذخ في عالم الفن والأزياء والأموال، بينما ينام الفقير فيها على الطوى ليصحو في اليوم التالي على أنين الجوع يمعن النظر في ناطحة السحاب البعيدة. جولة في مدينة مع مريم الحمد.